السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد ومرحبا بكم في القناة ديالي مها كويزين. كنرحب بالناس الجداد وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش ديال لايك ولي جيم. خليكم مع الوصفة. اليوم ان شاء الله غادي نجيبو لي بات ديال التاكلياتي، كيجيو رائعين وزوينين بالكريمة. غادي نحتاجو حبة ديال البصلة كبيرة مشلضة، حبة ديال الفلفلة مقطعة قطع صغيرة، والفطر المعلب. إلا متوفر عندكم الفطر الطازج غيكون أحسن، ما كيكونش متوفر بزاف كنديرو غير الفطر المعلب. والفلفلة اختياري، إلا بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش. غادي نحتاجو في التوابل معلقة صغيرة ديال سكنجبير، ورق الرند، ورقة سيدنا موسى، واحد جوج ورقات كبار، جوج فصوص ديال التومة، الإبزار والملح، والثوم بودرة كتعطي واحد البنة زوينة، وزيت الزيتون. أول حاجة غادي ناخد واحد المقلاة غادي نجيبو فيها البصل حتى يتقلى لينا مع الزيت، وعاد نضيفو الفلفل، وكذلك نضيفو الفطر. نسيت ما ذكرتش لكم صدر الدجاج، كنتسناه يطلق واحد شوية وغادي نقطعو، حتى هو غادي نضيفوه. غادي نجيب زيت الزيتون، تقدروا ديروا الزبده الا ما بغيتوا زيت الزيتون. غادي نجيب زيت الزيتون ونجيبو البصله ديالنا تقلى لينا مزيان. غادي نجيبو معاها الملحه، وغادي نجيبو الثوم بودره ونخليوها تقلى فوق البوطه، وغادي نضيف الثومه ونحكها ونضيفها ليها. من بعد ما هبطت لنا البصله هانتوما كما كتشوفوا، دابا غادي نضيف ليها صدر الدجاج، انا قطعته مربعات، غادي نضيفه مع البصله ونخليه يتقلى حتى هو تيبان لينا تقلى، ونضيفه الفلفله والفطر. من بعد ما تقلى لينا صدر الدجاج غادي نضيفه دابا التوابل، وغادي نضيفه الفلفله، غادي نضيف حتى اوراق ديال الرند. بغيت نقول لكم راه ضفت دابا الشامبينيون والنار عالية باش ما يطلقش لكم الدجاج الماء، وغادي تخليوه حتى يطيب. من بعد ما طاب لينا صدر الدجاج والفلفلة والبصلة، دابا غادي نضيفو ليهم كريمة سائلة ديال الطبخ. درت هاد العلبة الصغيرة، تقدرو تجيبو نتوما كتر إلا ضاعفتو الكمية. أنا درت 500 غرام ديال لي بات، درت فيها علبة علبة وحدة فيها 200 ميلي، وكيعجبني المذاق ديال الكيفي. غادي نضيف واحد الحبه ديال الكيفي، نتوما تقدروا تضيفوا جوج اللي بغيتوا، انا بغيت نضيفها وحده صافي. انا غادي نرجعها فوق البوطه واحد شويه، ودابا درت الماء سخون باش نطيبوا لي بات. هاد لي بات ديالنا غادي نطيبهم، وغادي تحتاموا هاد المعدل ديال الوقت اللي قالوا لكم خاصكم تطيبوا. انا عاطيني هنايا 6 مينوت، ما غاديش نزيد 6 مينوت، غادي ندير 6 مينوت صافي. باش هي هكا خاصها تكون 6 مينوت صافي. خاصكم مع هاد الخليط ديالنا ديال هاد الصوص والدجاج صافي. انا غادي نغطو فوق البوطه ونطيب لي بات، وتشوفوهم ان شاء الله في الشكل النهائي ديالهم. كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم، وكنتمنى منكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير، وفعلوا الجرس وبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا والى اللقاء، مع السلامه. هذا هو الشكل ديال الطبق ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم، وبالصحه والراحه في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.